ما بين تأمين الوقود بأسعار مرتفعة من السوق السوداء أو الاعتكاف عن العمل لمدة تتجاوز 10 أيام لحين استلام رسالة البنزين، أزمة خانقة تشكلت في قطاع النقل وتحديداً التكاسي في محافظة السويداء. طبعا نحن ما فينا نتكل على انه نشتري بنزين، طبعا بالسوق السوداء موجود البنزين بشكل دائم يعني، بس انا ما فيني اشتري لتر ب 4500 واشتغل على اسعار، لانه انا ما فيني احمل الزبون اكثر من طاقته كمان. ال 25 لتر ما بيكفوكي يعني، بيشغلونا يومين، نحن عم نجي من نجران لهون ما بيكفونا غير يومين يعني، بدك 10 لتر روحها رجعه. وعم نشتري الباقي كله حر، يعني هن لو بيعطونا الكميه اللي لنا المخصصه اللي لنا 350 لتر يعني بتصير توفي معنا نحن، يعني اذا بكل 3 ايام بيعطونا 25 لتر مثل ما كانوا قبل بتوفي معنا. بالنسبة لرسالة البنزين على 7 أيام من 25 لتر ما بكفينا نهائيا، يعني عم نضطر نطلع نشتغل يومين بالأسبوع لنقدر نعيش عيالنا بهاليومين هالشغل هذولي، يعني مرات عم نضطر نشتري حر لنقدر نأمن زبايننا. كل الناس هذه وراها عيال، والناس موجوعة بشكل عام، الناس موجوعة مش بس شغلة مصاري وبنزين، الناس موجوعة، ضغط ضغط على الناس، يعني من 7 أيام ل9 أيام ل10 أيام لتجي الرسالة. السائقون في حيرة من أمرهم، البنزين موجود بوفرة وعلى طرقات المحافظة بأسعار غير منطقية، وما تزال التجارة بالمادة في انتعاش، فبين السعر المدعوم والسعر الحر فارق كبير لصالح السماسرة المتاجرين بالمادة، والمواطن لا يستطيع تحمل هذه الفروقات من جيبه. ما بتوفي مع سيارة عمومي، يعني عم تشتغل يومين وبتقعد 4 أيام السيارة، والسيارة هذه عم تعيش عيال يعني، وعم تعيش عيلتين، مو وتعيش تري حر كمان، الناس ما عادش عم تطلع إذا بدنا نغلي الإيجار. إن شاء الله إنه يلاقونا، بلكي يلاقونا حل أكثر شوي، إنه يزيدونا الكمية مثلا مثل ما بيحكوا كل 5 أيام 40 لتر بكون أفضل كمان، يعني نتمنى هيك يزيدونا اياها يحلونا مشكله البنزين، لانه في صعوبه كثير بصراحه. احنا جماعه القرى عم نطلع من شقه ومن جنينه لهون لنشتغل، يعني 25 لتر اذا بدنا نروح ونجي يومين خالصين ما في شيء يشتري حر، ما في شيء يشتري حر، لان الزبون ما في، يعني في بتشرط على الزبون انه قول له انا عبيت حر بدي طلب 6000 ليره دبل. هلا 4 لتر لسيارات العمومي على مدار النهار ما بيشغلوا شيء، يعني وكل سياره وراها اسره، يعني نطلب من الدولة تزيد لنا هالبنزينات شوي أو تقلل عدد الأيام، يظل على 25 ويظل نعبي على 4 أيام. العديد من العاملين على سيارات الأجرة يطالبون بزيادة الكمية المخصصة من البنزين ووصول الرسالة في الوقت المناسب للتخفيف من معاناتهم اليومية ولتلبية احتياجات أسرهم، كونه باب رزقهم الوحيد.